ضيفي الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. دكتور عمرو اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد، اهلا بيك بالساده المشاهدين. خلينا نتكلم الاول، كيف رايت التظاهرات امس اللي خرجت من مطروح وانها جاءت بشكل غير مرتب وغير مقصود ولم يدع اليه احد، كيف رايته؟ نعم طبعا، هي مظاهرة عفوية خرجت من الناس تحت الضغط الاجتماعي الكبير والظروف الاقتصادية الصعبة والانسداد السياسي في مصر. حقيقة إن إدارة الدول وإدارة السلطة من الحكمة إنها دايما يكون في شكل ما من أشكال الحرية الاجتماعية، شكل من فتح المجال العام، لأن ده بيقلل كتير من الضغط على السلطة. ولكن طبعا النظام العسكري والاستبدادي بيبقى عنده خشية كبيرة جدا من خروج الموضوع عن السيطرة، فبيقفل المجال العام تماما. قفل المجال العام بينتج ضغط كبير عمال يزيد ومش متشاف، فبالتالي في أي لحظة ممكن يحصل انفجار اجتماعي غير مسبوق وغير مسيطر عليه وغير قابل للحل. دي الحقيقة مشكلة يعني اتراكمت في مصر لدرجة ان بقى صعب حلها. يعني فتح المجال العام دلوقتي في مخزون من الضغط موجود، فبالتالي هيعمل مشكلة كبيرة جدا زي اللي حصل في 2005 على سبيل المثال، أو قبل 2005 لما اتفتح المجال العام في مصر بعد انغلاق 25 سنة. المرة دي الضغط كان أكبر والتكلفة كانت أعلى بكتير ودم وقتل، ففي خطورة من فتح المجال العام، وفي نفس الوقت استمرار إغلاقه مش هيحل المشكلة. فالحقيقة النظام في أزمة كبيرة، ومصر كلها وأدخل مصر كلها في أزمة ضخمة جدا. طيب خليني ارجع تاني للي حصل في مطروح، هل ممكن نعتبر انه مؤشر لاي تحركات محتمله ضد السيسي ام انه مجرد تفريغ عابر للطاقه؟ يعني انا اعتقد ان الثورات التي تستطيع ان تغير النظام من الضروري ان تكون لك قوه او كوادر قادره على تنظيم حركه الشارع، على إدارة الغضب. مشكلة أن الغضب يعني الناس الغضبانة بتخرج بتعبر عن غضبها بشكل ما، سواء بشكل احتجاجات أو تظاهرات أو حتى درجة من العنف، لكن في النهاية الموضوع بينتهي يعني وخلاص. القضية دايما في وجود قيادة وكوادر تستطيع إدارة الغضب، زي ما شفنا في كل الثورات الكبرى في العالم إنها تقدر تدير هذا الغضب بالشكل الصحيح لتحقيق في النهاية شكل من أشكال الحلول السياسية وإعادة بناء السلطة مرة تانية. فالحقيقة وده لا تلام عليه الشعوب، لا تلام عليه النخب والكوادر، إنها حتى الآن لم تستطع أن تشكل كوادر وقوة ثورية قادرة على إدارة الغضب في الشارع عكس النظام العسكري. النظام العسكري عارف هو بيعمل بس ده كلام بيدينك أنت كمان يا دكتور، يا دكتور عمرو، يعني باعتبارك ممثل. ده كلام بيدينك انت كمان باعتبارك ممثل للمجلس الثوري المصري. تمام، انا الحقيقه مش مهم يعني بيدين الكل، احنا بنحاول نعمل الكلام ده، لكن الحقيقه يعني بنحاول حتى نتعاون مع الاخرين في فكره بناء المجتمع وبناء التنظيمات الثوريه، سواء اللي من ناحيه فئويه او حتى من ناحيه جغرافيه، ان انت تبقى مالي الارض بناس قادره على اداره الغضب ده. الموضوع ده ليس سهلا، لكن في نفس الوقت اعتقد هو ده الخط اللي لازم الكل يتوحد وراه. احنا مثلا من 3 اسابيع دعينا الاضراب عام يوم 30/9 باجراء بسيط، ويعني يمكن عمل وطلعنا النتائج على الصفحه لمجموعه الكوادر على الارض اللي ابتدينا نبنيها. اعتقد دي خطوه في الطريق الصحيح. الموضوع ده محتاج جهود ومحتاج تكاتف للقوه ووقت، واحنا الميزه ان احنا خدنا قرار استراتيجي ان ده يبقى الخط الاستراتيجي بتاعنا خلال الفتره القادمه وابتدينا نبني فيه. انا الحقيقه ادعو الكل ان لا ننتظر غضب الشارع الغير منظم، لازم نحاول نضبط هذا الغضب ليتحرك في الاتجاه الصحيح وينتج حل سياسي او تغيير في السلطه في مصر. ويعني ارجو ان يعني تتكاتف كل القوى في هذا المسار. اما البحث عن حل بتغيير دستوري في مصر ارى انه يعني صعب جدا، وتجربة 2011 كانت كده. يعني بعد المظاهرات 2011 كان الخط العام هو اننا نحاول نبني حل دستوري تحت مظلة الدستور الموجود او حتى بالقواعد الدستورية الموجود. وللأسف المؤسسة العسكرية ضربت الكلام ده ضربة عنيفة جدا،
ورجعتنا لمربع صفر تاني. فمش من المنطقي ان تحت ظل نفس المؤسسه ونفس الاشخاص بنفس السيناريو هتنتج حاجه مختلفه، هتنتج نفس الامر. طيب دكتور عمرو، خليني اسالك عن الفارق ما بين الاثنين اللي احدثوا فارق في الشارع المصري حتى الان في العشر سنين. كانوا اتنين من داخل النظام، يعني كان محمد علي المقاول والفنان محمد علي اللي احدث ضجة كبيرة جدا ودعا الى مظاهرات واستجاب ناس كتير ليها. ثم الان محمد طنطاوي من داخل النظام ايضا لانه كان عضو برلمان، وهذا البرلمان شكل بكل الأدلة على يد المخابرات وأمن الدولة أو الأمن الوطني. صحيح. كيف ترى العلاقة أو الفارق ما بين الاثنين، ولماذا دائما التفجير بيأتي للنظام، هذا النظام، من الداخل؟ شوف حضرتك، الأنظمة اللي بتقمع المعارضة في أي نظام سياسي بقى فيه صراع، ومن الحكمة أن أنت تخلي الصراع ده مش داخل النظام، يعني تخلي النظام كتلة واحدة، فتنتج قوة معارضة من الخارج. حتى يعني هو حاول يعمل كده بمستقبل وطن والمؤسسات اللي عملها، لكن هي مؤسسات مش من خارج ومن داخل النظام، هو بيقمع أي حد خارج، فبالتالي بينتقل الصراع لداخل النظام. لا، ده وضع طبيعي في كل المجال السياسي في التاريخ وفي العالم وفي الجغرافيا والتاريخ. فبالتالي هذا الصراع انتقل داخل النظام، ففي قوة بتحاول تضغط على السيسي بشكل ما، او بتحاول تكبر حجم مصالحها بشكل ما، فبتعمل الكلام ده، سواء كان الناس اللي بتخرج وبتتكلم عارفة او مش عارفة، لكن هي في الاخر صراعات داخل النظام. هل يمكن ان يحصل يعني خلل؟ احمد طنطاوي صراع من داخل النظام؟ لا لا، انا ما قلتش كده، هو جوه النظام. بقول لحضرتك هو قد يدرك الكلام ده او لا، لكن هو في النهاية يعني خلينا نكون صراحة مع بعض، سامي عنان من الناس الضباط اللي حاولوا يعني يخبطوا كتفهم بس في السيسي اتحطوا في السجون. جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الأقوى في مصر واللي ليها تاريخه بتاع، اترمت في السجون واتقتلت واتبهدلت. فإيه القوة اللي بتدعم أحمد طنطاوي الآن أو غيره؟ يعني أنا ما أحبش أتكلم على الأفراد يعني، لكن هذا المرشح الرئاسي الآن مين القوى اللي تدعمه انه متحطش في السجن؟ احنا لازم برضو يعني نفكر مين اللي بيعمل كده. هو النظام بشكل ما محتاج الشكل ده، محتاج الصورة دي. انا لا اطعم في احد، ولكن قد يكون ليه وجهات نظر تانية او بيحاول فعلا يغير وعنده امل في تغيير دستوري، تمام. لكن الواقع من يعني من بيرد فيو يعني بيقول ان الكلام ده على مدى العشر سنين اللي فاتوا ما حصلش، والناس كانت اللي بيحاول يعمل اي حاجة بيتحط في السجن. ففي سبب ما دلوقتي لترك الموضوع مفتوح شوية لأسباب بصراعات داخل النظام، مش بالضرورة يكون حد الناس المرشحين للرئاسة يعني عارفين جزء من الكلام ده أو جزء من اللعبة، هم يتم استغلالهم لإدارة الصراعات داخل النظام بشكل ما. لكن عشان نتخيل أن ممكن العمليات الدستورية في مصر أو الانتخابات أو أي حاجة تعمل تغيير سياسي حقيقي في مصر، أعتقد ده بعيد جدا عن، واحنا شفنا امبارح التهديدات واول امبارح يعني هو الخطاب ده مش لحد غير القوة اللي بتصارع على شيء ما داخل منظومة السلطة، مش لينا يعني، لان هو مدرك تماما توازنات القوة. والعمليات الانتخابية والسياسية في المجتمعات المستبدة هي توازن للقوة، يمكن كمان بقدر ما في المجتمعات المستقرة الديمقراطية.